تجاهلت النجمة اللبنانية مريم فارس الانتقادات التي طالت فستانها التي ظهرت به يوم الأربعاء الماضي 18 إبريل 2012 في العرض الخاص لفيلم تنورة تاكسي للمخرج اللبناني جو بعيد، ونشرت صورة على حسابها الخاص بتويتر أثناء إجراء البروفة الأخيرة له مع مصممه رامي قاضي. وأعربت النجمة اللبنانية عن اندهاشها الشديد من هجوم بعض وسائل الإعلام على فستانها، مشيرة إلى أنها لم تقلد النجمة الأمريكية إنجلينا جولي. وقالت مريم: الصحفيون الذين وصفوا فستاني بالمثير لا يعبرون بالضرورة عن رأي الجمهور الذي يحب الستايل الخاص بي، وهو ما لمسته في تعليقات جمهوري على صفحة الفيسبوك التي تجاوز عدد أعضائها حاجز 1,200,000 عضو.